بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن العقيد محمد إبراهيم المسلط مرافق الرئيس رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الأخوة والأحبة والمتابعين، إنني قريب جدا عن ما يدور حاليا من لغط وإشاعات وأقاويل حول اعتقال المرحوم صدام حسين رحمه الله، وسوف يكون لي رد على الجميع ووضع النقاط على الحروف بالوثائق والشهادات الحية. مع تحياتي ودمتم سالمين.